كربانات حتى لو تحسبوهن نفسها قبل الجري أسبقية على الأمن وأسبقية على كل شيء مصنوع كربانات كلها من الخارج قطرة بس دينار راح تكسب 3000 بالقطرة وعشرون قبل شو حالك يعني انت كلها من الخارج هاي الأشياء جبتها لو بعد جبت البارح واليوم تخلص بس لازم أجيب شو الربع كل ما عاد شو حد ما الوجع راس والله 500 دينار ابره مال ازواج 2 بالليل يوزعون على المصارف والله العظيم والعالم حد ثاني كل هالمستشفى وانزل جوا وشوف والله العظيم هذه زياره سابقه في الدفتر كانت في المستشفى واقعه بس علينا بدنا شوي شوي بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله سيادة المحافظ نواد المركز بصراحة محمد وضحى هو الأشهر سيد المحافظ بصراحة اللي احنا مجمعناهم بصراحة إن شاء الله كلش تخرج مجمعناهم قلنا شنو أمنيتكم؟ احنا رحنا نفادات على أمريكا بعض الدول كانوا يتعلمون إنترنتكم مثل المسائل شنو أمنيتكم؟ قالوا أتمنى نقرأ ونكتب ليه؟ قالوا نصلي نقرأ القرآن فالمشكلة هنا في مدارس ما يتقبلوا وين يجونا على قراءة كتاب الصلاة الوضوء نستغني عن المشروع من الدعم هو من الحالات المسجلة جديدة حديثة فهسه بلشوا بالعلاج هنا شو جديد بس اشكال هذا هاي تصميمنا كل هذا هذا تصميم المهندسين مالتنا استاذ محمد هذا قد ايش يكلف هذا المشروع استاذ الكيلوات تقريبا يكلف 1500 دولار يعني هاي لا هو هذا كله هذا 600000 دولار 600000 دولار كلفنا سياده محمد ما هذاك المبلغ ويغنينا عن اشياء عن مشاكل كثيره عن التبريد وعن الكهرباء وعن النظافه بديله اليوم كنا في زياره لمستشفى ابن سينا ومرينا ببعض الردهات اللي تخص الأطفال وأيضا مرينا بالقاعة الجديدة اللي افتتحوها تخص مرض التوحد الموجود لدى بعض أيضا الأطفال حقيقة يعني أنا صريح ويا أهلي إحنا مؤسساتنا الصحية يعني تعرضت لتدمير كبير جدا جراء العمليات العسكرية همنا في مجال الصحة كبير أكو هناك قصور لا جدال في ذلك قصور تتحمل وزارة الصحة قصور نتحمل إحنا هنا أيضا لكن إحنا دا نشتغل يعني دا نشتغل في سبيل أنه نرتقي بخدماتنا الصحية المستشفيات ما بيها سعة كافية نتأمل قريبا يفتح عندنا المستشفى الجمهوري أني أمرت أنه أيضا ساعد المستشفى الموجود هنا ببعض الكربانات يعني نحاول نلقى حلول الأخ مدير الصحة غدا يروح الكردستان في سبيل أنه يساعدون ببعض الأسرة والأدوية اليوم تكلمت مع وكيل وزير الصحة في بغداد أيضا وتكلمت قبل مع السيد الوزير وأطلب أيضا من أخواننا البرلمانيين في بغداد أيضا يساعدونا بالضغط على وزارة الصحة وإن شاء الله يعني ما راح ندخر جهد في سبيل أن نحسن من أداء الخدمات الصحية اللي موجودة أيضا أنا يعني خصصنا بعض العقود يعني حتى نرفد المستشفياتنا بالخدمات وغيرها
يعني الهم كبير، وإن شاء الله إن شاء الله بجهود الكل أنه نرتقي بخدماتنا الصحية. على أهلنا أنه يقدرون الظرف، الظرف اللي نمر به ما نقدر بضربة عصا نغير كل شيء، بس نشتغل كل جهدنا وأكثر في سبيل أنه نرتقي بالواقع الصحي. تشرفنا هذا اليوم بزيارة السيد المحافظ الفريق نجم الجمهوري إلى مستشفى ابن سينا، وتم افتتاح ردهة الأطفال المعوقين، وكذلك افتتاح منظومة الطاقة الشمسية والتي تغذي المستشفى بحوالي 800 أمبير، بإمكانها تغذية صالة العمليات وردهة العناية المركزة والطوارئ. ونشكر السيد المحافظ على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة إلى المؤسسات الصحية في محافظة نينوى. في هذا اليوم الجميل شرفنا السيد محافظ نينوى الأستاذ نجم الجبوري في زيارة إلى مستشفى ابن سينا التعليمي، حيث قام سيادته بافتتاح ردهة فخر الدباغ لعلاج المرضى محدودي الذكاء، وهي عبارة عن مدرسة خصصت لتقديم الخدمات التعليمية لأبنائنا من محدودي الذكاء. كذلك قام سيادته بافتتاح الطاقة الشمسية التي موجودة في مستشفانا، حيث يعد هذا المشروع أضخم مشروع في العراق عامة، حيث قام هذا المشروع الطاقة الشمسية بتغذية المستشفى بما يقارب 200 كيفي، أي ما يعادل 800 أمبير، وهذه الكهربائية كافية لتزويد الكلية الصناعية والعنايات المركزة وكذلك العمليات الجراحية وكذلك بعض أقسام المستشفى بالكهرباء لمدة 24 ساعة في حالة حدوث أي طارئ لا سامح الله.